السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حصة مادة التاريخ سوف نتم ما بدأناه في درس المغرب الكفاح من أجل الاستقلال وإتمام الوحدة الترابية. وبعدما تعرفنا على فترة الكفاح المسرح من سنة 1912 إلى 1934، وكذا في فترة 1934 إلى 1953 التي تميزت بالنضال السياسي المطالب بالإصلاحات في المرحلة الأولى، ثم المطالبة بالاستقلال في المرحلة الثانية. أما في حصة اليوم فسوف نتطرق لدور ثورة الملك والشعب في حصول المغرب على الاستقلال، ثم مراحل استكمال الترابية المغربية. فمن خلال الوثائق صفحة 65 من الكتاب المدرسي سوف نقوم بتتبع المراحل التي وقعت في هذه الفترة. إذن يعد السلطان محمد الخامس من أهم الداعمين للحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال، وذلك عن طريق تعامله معهم ورفضه لتوقيع الضغائن التي تسطرها الدول الفرنسية والإسبانية المستعمرتين للمغرب. فمن خلال الوثيقة 1 صفحة 65 تبين تعاون السلطان محمد الخامس مع الوطنيين. إذا لنقرأ النص: إن التهمة الرئيسية التي كانت موجهة للسلطان من طرف الفرنسيين هي أنه كان يعطف على الوطنيين ويتعاون معهم، أي يعمل على الاستقلال التام لبلاده. إن الحكام الفرنسيين كانوا يخفون تهمتهم وراء الادعاء بأن السلطان محمد بن يوسف كان يرفض الموافقة على الإصلاحات التي يقترحونها، أي أن الملك السلطان محمد الخامس كان يتضامن مع الوطنيين، الشيء الذي اعتبره المستعمرون عرقلة مرفوضة والتي لا يمكن الاستمرار بها إلا بنفي السلطان. كما تبين الوثيقة 2 صورة نفي السلطان سيدي محمد بن يوسف سنة 1953، تم نفيه من كورسيكا ثم إلى مدغشقر، ثم تنصيب محمد بن عرفة سلطانا شكليا أو صوريا على البلاد آنذاك. كما تميزت هذه المرحلة بعد نفي السلطان باندلاع ثورة الملك والشعب التي تميزت بطبعها السياسي من خلال الاحتجاجات والاضطرابات المطالبة والإضرابات المطالبة بعودة السلطان للبلاد، كما تبينه الوثيقة 3 مظاهرات بمدينة وجدة سنة 1953. هذا بالإضافة حسب الوثيقة 4 محاولة الشهيد علال بن عبد الله اغتيال محمد بن عرفة في نفس السنة، هذا بالإضافة إلى تأسيس جيش التحرير المغربي سنة 1955 من أجل استهداف المصالح العسكرية والاقتصادية الفرنسية بالمغرب. كل هذه الأحداث وغيرها دفعت إلى إرغام فرنسا على إرجاع السلطان محمد الخامس من منفاه، كما تبينه الوثيقة 5 صورة رجوع السلطان سيد محمد بن يوسف من المنفى سنة 1955. ومن ثم اعتراف المحتلين الفرنسي والإسباني باستقلال المغرب، كما تبينه الوثيقة 6 من خلال خطاب السلطان. إذا لنقرأ النص: والآن وقد رجعنا من تلك الرحلة الميمونة إلى الوطن العزيز، وقد اعترفت فرنسا للمغرب باستقلاله والتزمت بضمان وحدة ترابه، والعمل على احترام هذه الوحدة كما اعترفت بحقه في التمتع بسيادته الكاملة. وهقد دخلنا في الطور التنفيذي والتحقيق وتسلمنا مقاليد تسيير الأمور بأنفسنا. فبعد حصول المغرب على الاستقلال بدأت مرحلة استكمال الوحدة الترابية المغربية، كما تبينه الخريطة صفحة 66 التي استمرت من سنة 1956 إلى سنة 1979. للإشارة فقط يجب تصحيح المنطقة الثانية من سنة 1957 إلى 1956. أما عن الصفحة 67 فهي تمثل أهم محطات استكمال إتمام الوحدة الترابية. فالوثيقة تبين تحطيم الحدود بمنطقة عرباوة سنة 1956 التي تمثل منطقة حدود الاحتلالين الفرنسي والإسباني. أما عن الوثيقة 3 و4 تبين الدعوة إلى تحقيق وتأكيد ودعم الوحدة الترابية، هذا بالإضافة إلى
الوثيقة الخضراء التي تمثل صورة للمتطوعين بالمسيرة الخضراء سنة 1975. نستنتج من كل هذا أن رغم طول هذا الاحتلال وقوته العسكرية، استطاع الغرب الحصول على الاستقلال سنة 1956 وإتمام وحدته الترابية عبر عدة مراحل جمعت ما بين العمل السياسي والكفاح المسلح. أما الآن فستقومون بكتابة درس اليوم في دفاتركم بالإضافة إلى المصطلحات مع التذكير بمراقبة الدفاتر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.